كل مرة تجتمع العديد من الشخصيات بقاعة كورال للاحتفاء بما قد تم إنجازه، لكن هذه المرة كان الاحتفال مختلفاً، حيث أجتمع العديد من الشخصيات ذوي الأعمال الخيرية مدشنين مشروعهم الإنساني، مشيرين إلى أهم فئة بالمجتمع. نشكر كل الأيادي البيضاء الذي تدعم هذا الموضوع وهذا الملف، ملف الأيتام، لما له من أهمية إنسانية تجاه هذه الفئة وتجاه أبنائنا وأطفالنا. ونحن الآن طبعا في تدشين على أساس صرف أول دفعة لهؤلاء الأيتام. طبعا هذه الأيتام ما يقارب 2000 يتيم يعتبرون من محافظة عدن ولحج وأبين وتعز. الأيتام هم الشريحة التي يستهدفها هذا المشروع، والحرص على احتضانهم بالشكل المطلوب ودمجهم بالمجتمع بشكل صحيح كي لا ينجرون لاتجاهات خاطئة. إذا لم نستوعبهم نحن سنستوعبهم الأفكار الرهابية وأفكار الشوارع. كمرحلة أولى ضم مشروع كفالة الأيتام أكثر من 4000 يتيم، حيث تشير الإحصائيات أن عددهم بلغ 79199 بعد الحرب. يصنف العدد الأكبر فيهم بأنهم فقدوا آباءهم وأسرهم نتيجة الانقلاب الذي شنتها الميليشيات على اليمن، وراح ضحيتها العديد من الأبرياء. خلفت الحرب أعدادا كبيرة من الأيتام، ومثل هذه المشاريع تسعى للتخفيف من المعاناة، ويبقى الكثير بانتظار الرعاية والاهتمام. مروة السيد، قناة بلقيس، عدن.